يعني الوفاء مهم كتير عند هذا من الحان راشد الخضر الله يرحمه. طب وين قمة السعادة عندك؟ انت بتحسي حالك طايرة؟ اطير اطير صج اطير لما ينزل السيدي مالي اول يوم واشوف ردة الفعل. نعم طير صج، يعني ادخل غرفة اصرخ ابكي اضحك ما ادري شنو اسوي، عندي ردات فعل تصير ورا بعض ما اعرف شنو فيها، بس هذه قمة السعادة. وعندي سعادة ثانية المسرح، انا استمتع بالمسرح، استمتع لما انزل المسرح واحس بعد الجمهور متشوق لي واحس انا امتعت فعلا الجمهور اليوم بهذه الوصلة، يعني غنيت للي يبيه ووصلت للحس اللي هو يبيه. نعم كمان بستمتع. جميل. طب بدنا هيك محطة فنية، كيفك انت وميادة الحناوي؟ ميادة ما في شك يعني استاذة كبيرة وفنانة قديرة وبسمع لها كثير، بحبها، احب احساسها. فاتت سنة حتى الجواب منهم ما وصلش، ما اقدرش انا عالبعد ده، انا ما اقدرش. فاتت سنة حتى الجواب من ما وصلش، ما اقدرش انا عالبعد ده، انا ما اقدرش. مستخسرين فينا المراسيل، فينا المراسيل، فينا المراسيل. وكلمتي اتنين منهم الكلام بالاخير معلش. مسامحينك مسامحينك لانه صوتك الجميل هو اللي بيعود عن غير قصص صحيحه، ما نطلع ولا هي الاغنيه جميله ما بتنترك، يعني حتى لو الواحد مو حافظها حافظ كلمتين تروح. معلش نوال، هل بتغاري من حدا؟ في حدا بغار من اي حد يغني حلو؟ بغار بس غيره اقلده يعني بناء. جميل. لا صريحة جدا يعني انه منا دبلوماسية، انه مش لا اللي حلو فيها انه اللي بقلبها على لسانها طبيعية جدا جدا. انا طبيعتي هيك طبيعتي هيك، وبغار من اي حد حتى لو كان ناشئ وبغني حلو احلى مني بغار منه، بتعلم منه ما فيها شيء. طيب على شو بتخافي؟ بخاف على صحتي اول شيء وراحة بالي، وثالث شيء شغلي فني. بخاف من بكره واللي حيقرا. لا اذا بقعد اخاف من بكره واللي حيقرا معناته ما راح نشتغل، ما راح نعيش، ما راح، لان بكره ما حدا بيعرف شو جايب، يعني ممكن يجيب شيء زين ممكن يجيب شيء سيء، ما يعني انا ما اتوقعه، فالمفروض ما اخاف منه يعني. نعم. اي شيء احنا نقول اي شيء من الله حياه الله.
هل انت صريحة؟ ايه جدا. لأي درجة يعني؟ يعني ممكن 90% 95%. في أشياء الواحد ما في يكون صريح فيها عشان يعني الصدق والأمانة، ما في الواحد يكون صريح في كل شيء. بيضل في كذبة بيضة صغيرة يعني. مش كذبة بيضة، بيضل في أشياء خصوصية للإنسان سواء كان فنان أو مش فنان. في خصوصية بينك وبين نفسك أي كإنسان، بصور ما حد يتعداها، ما حد يقدر يتعداها، كلنا كل صح. إنسان يعني سواء صح. رجل امرأة فنان إنسان عادي بظل في خصوصية لازم. طب إذا حدا لا سمح الله أساء لإليك أو زعجك، هل بتصارحيه بهالإزعاج ولا بتتركيه ما بتقولي له شيء بتبعدي عنه؟ يعتمد، إذا كان إنسان يهمني بصارح وبتناقش، إذا كان إنسان ما يهمني لا والله طنش كأني ما قريت ما سمعت. حلو. طيب شو المشروع اللي بتحلم تحققيه وبعد لليوم ما حققتيه؟ هو ما في شيء معين، بس بطمح أني يكون دائما في تواصل بيني وبين جمهوري، بطمح أني دائما هذا طمع الإنسان عادي في 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 عمله يعني، بطمح أني دائما ألاقي الألحان الحلوة والكلام اللي فيه فكرة ومضمون والراقي، بطمح أني دائما تكون فرقتي اللي أشتغل معاها تكون من أجمل الفرق. نعم. بطمح أني أشارك في كل شيء حلو وعليه الأضواء والناس حابته، يعني في كثير كثير أشياء. إن شاء الله كل اللي ذكرتيهم يستمروا واللي ما تحقق يتحقق إن شاء الله. نندندن بصمة البرنامج اسم ضيفتنا، نندندن سوا نوال. حرف حرف بدنا ندندن دندنة خطورة ومنبتدي